السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في الدرس التاني من الوحدة الرابعة واللي كان عنوانها Looking After Our World، يعني الاعتناء بعالمنا. طبعا الدرس ده حبايبي مقسم لجزئين اتنين، الجزء الأولاني بيكلمني فيه عن الجرامر، والجرامر بتاعنا بيكلمني فيه عن Past Continuous Tense، زمن الماضي المستمر. اما الجزء الثاني فهيكلم فيه عن موضوع مهم جدا، هو الكلايميت تشينج، يعني التغير المناخي. تعالوا حبايبي نبتدي يلا بالجزء الاولاني بتاعنا واللي بيكلم فيه عن the past continuous tense، يعني زمن الماضي المستمر. طبعا حبايبي شكل ما قلنا قبل كده ان عشان اقول على اي زمن انه مستمر لازم يتوفر فيه الشرطين دول، لازم يكون فيه verb to be، ولازم يكون الverb بتاعي plus ing. يعني مستحيل هتلاقي زمن مستمر الفعل بتاعه ما فيهوش ing، وبرضه مش هتلاقي فيه verb to be. طبعا خدنا المضارع المستمر قبل كده وقلنا ان المضارع المستمر بيكون من am is or are plus verb plus ing. النهارده بقى معادنا مع الماضي المستمر، الموضوع مش هيتغير كتير، ولكن هلاقي ان am is and are بقت was and were. يبقى اذا انا جبت الماضي من verb to be اللي هو was and were، وبرضو وراهم حبيبي هتلاقي الverb الفعل بتاعي plus ing، يعني زائد ing. يبقى تاني تكوين زمن الماضي المستمر هلاقي بيكون من was and were plus verb plus ing، was were والفعل فيه ing. وهنا مهم جدا بقى حبيبي ان انا افتكر تاني يا ترى مين اللي بياخد was ومين اللي بياخد were. شكل ما قلنا حبيبي ان I he she it and the singular noun الاسم المفرد حبيبي، كل دول بياخدوا was، وبعدين اجيب وراهم verb plus ing، يبقى انا كده كونت زمن الماضي المستمر بتاعي. اما حبيبي we they you and the plural noun والاسم حبيبي الجمع، كل ده بيجي معاه where، وبرضو بجيب وراه الverb plus ing، يبقى انا كونت جملة الماضي المستمر بتاعتي. يبقى تاني زمن الماضي المستمر بيكون من was or were plus verb plus ing. اول حاجة مهمة لازم اعرف مين اللي بياخد was، I he she it and the singular noun، ومين اللي بياخد were we they you and the plural noun حبايبي والاسم الجمع. تعالوا حبايبي ناخد مثال بسيط، لما اقول لك he was playing يعني هو كان بيلعب. لو انا سالتك حبايبي الجمله دي في زمن ايه، لازم هتقول لي في زمن الماضي المستمر. لو سالتك ليه هتقول لي ادي was وادي الverb plus ing. لو قلت I was running يعني انا كنت بجري، هتقول لك الجمله دي في زمن ايه، هتقول لي في زمن الباست كونتينوس ماضي مستمر. ليه هتقول لي was وادي verb plus ing. لما اجي اقول لك they هتقول لي they بتاخد were، جميل، يبقى they were eating يعني هما كانوا بياكلوا. هتقول لي في زمن ايه، هتقول لي في زمن ماضي مستمر، ادي were وادي verb plus ing. لو قلت لك احمد، طبعا احمد اسم مفرد فياخد was، فقلت لك احمد was reading يعني احمد كان يقرأ، وقلت لك الجملة دي في زمن ايه، لازم تقول لي في زمن ماضي مستمر. ليه؟ هتقول لي ادي was وادي الverb plus ing. اذا انا بقول على الجملة انها في زمن الماضي المستمر اذا توفر الشرطين دول، ادي was ادي were والverb بتاعي plus ing. طبعا حبايبي لو قلت لك هو انا امتى بستخدم الماضي المستمر ده، هتقول لي يستخدم للتعبير عن حدث استمر في وقت محدد في زمن الماضي، يعني بيعبر عن فعل استمر في وقت معين او لفترة محددة في زمن الماضي. طب هعرف ازاي؟ هلاقيه محدد لي وقت في زمن الماضي، يعني مثلا يقول لي at 7 yesterday، يعني ما يقوليش yesterday بس، لا يقول لي امتى بالظبط، او يقول لي المدة، يعني يقول لي 4 2 hours مثلا لمدة ساعتين yesterday أمس، أو يقول لي كلمة all حبيبي، كلمة all دي يعني طول، لما يقول لي مثلا all day yesterday يعني طول اليوم أمس،
كل ده دليل على ان الفعل استمر الوقت محدد في زمن الماضي او استمر الفترة محددة في زمن الماضي، فكل ده من علامات الماضي المستمر. مثال لما يجي يقول لي هي هو مثلا، واجي اديك في الاختيارات watch it ولا watches ولا was watching TV at 4 yesterday. هتقول له مستر طالما ما قاليش yesterday بس وقال لي امتى بالظبط at 4، هقول له يبقى هنا انا هجيب ماضي مستمر مش ماضي بسيط، فاقول he was watching TV yesterday. تاني he was watching TV yesterday. يبقى اذا انا بختار الماضي المستمر اذا حدد لي وقت او قال لي المدة في زمن الماضي. يعني لما يجي يقول لي كده they played ولا were playing ولا are playing football for 2 hours yesterday. هتقول لي طالما اداني المدة اللي استمر فيها الحدث فحبايبي لازم اجيب على طول ماضي مستمر، فاقول were playing. تاني هقول were playing يعني هما كانوا بيلعبوا كرة لمدة ساعتين امس. تعالوا نشوف بقى حبايبي النفي ازاي بان في الجملة في زمن الماضي المستمر. قال لي الموضوع بسيط جدا، دايما verb to be حبايبي لما اجي فيه احط وراه كلمة not، يعني was تبقى was not اللي هي حبايبي wasn't، وعندنا were هتبقى were not اللي هي حبايبي weren't. يبقى لما اجي انفي اي جملة في الزمن الماضي المستمر كل اللي انا بعمله was were احط وراها not وبعدين اجيب وراها الverb plus ing، يبقى انا كده نفيت الجملة. يعني حبايبي مثال هو بيقول لي I was running يعني انا كنت بجري، وانا عايز احول الجملة دي للنفي كل الموضوع ان انا احط بعد was not، فتبقى I wasn't running يعني انا ما كنتش بجري، يبقى كل الموضوع was بقت wasn't. مثال تاني حبايبي لو قال لي they were watching a film يعني هم كانوا بيشاهدوا الفيلم. لو انا حبايبي حبيت احولها للنفي وعايز اقول ما كانوش بيشاهدوا الفيلم فحقول they weren't watching a film يعني هم ما كانوش بيشاهدوا الفيلم. يبقى الموضوع كله حبايبي لما اجي قايم في اي جملة في زمن الماضي المستمر was were بحط وراها not، ف was تبقى wasn't، were تبقى weren't. طيب تعالوا نشوف حبايبي بقى السؤال. طبعا حبايبي انا عارف ان عندنا نوعين اتنين من السؤال، يا اما سؤال بيبدأ ب helping verb يعني فعل مساعد، او سؤال بيبدأ ب question word يعني اداة استفهام. طبعا في الماضي المستمر لو السؤال بدأ بفعل مساعد فأكيد هيبدأ حبايبي ب was or where، يعني هيبدأ ب was or where وهنا هيكون معناهم هل. طب وبعدين هيجي subject حبايبي، subject اللي هو الفاعل، وبعد كده بيجي لي الverb plus ing. عايزك تلاحظ طالما was or where على طول الverb بتاعي plus ing. اوعى تنسى ان was الفعل اللي وراه هيكون I او he او she او it او اسم مفرد، اما where الفعل اللي وراه هيكون we او they او you او اسم جمع. تعال نشوف مثال بسيط. لما اقول لك was هالة reading at 10 yesterday، لو بصيت في السؤال ده معناه هل هالة كانت تقرأ الساعة 10 امس؟ هتقول له يا مستر كده معناه هل، يبقى اذا لو انا جاوبت بيس نعم اوعى تنسى الكومة، بطلع ابدل حبايبي، عارفين ان هالة عوض عنها بشي، طب واجيب واز. طب قدر يا مستر انا عايز اجاوب بنو، هتقول لي نو شي، بس طالما جاوبت بنو حبايبي واز تبقى وزن، فاقول نو شي وزن. تعالوا حبايبي نشوف مثال تاني. لو انا سألتك وقلت لك was he reading، هتقول لي يعني هل هو كان بيقرأ؟
هقول لك اه. لو كان بيقرأ هقول yes واطلع ابدل يبقى he was. طب لو ما كانش بيقرأ هتقول لي no he wasn't. يبقى كل الموضوع لما ادي short answer جاوب yes او no وابدل حبيبي مع مراعاة التغييرات الاتي: ان يو دايما حبيبي بتتحول في الاجابة الاي، المفرد المذكر دايما بيتحول لهي، والمفرد المؤنث دايما بيتحول لشي، اما غير العاقل المفرد غير عاقل مفرد دايما بيتحول لات. طب اي اسم جمع حبيبي سواء عاقل او غير عاقل بيتحول لذاي؟ تاني، اي اسم عاقل او غير عاقل طالما جمع بيتحول لذاي. تعال نشوف مثال. لما اقول لك where you swimming in the lake، يعني هل انت كنت تسبح في البحيره؟ والله لو انا جاوبت بيس هتقول لي اه، هطلع ابدل. اوعى تنزل يو شكل ما هي، هتقول لي يو بتتحول لاي، واي ما بتاخدش وير، اي بتاخد واز، فاقول يس اي واز. طب لو نو هتقول لي نو اي wasn't. يبقى هنا لاحظ حبايبي ان where you اتحولت لاي واز. ليه؟ يو بتتحول لاي واي ما بتاخدش وير حبايبي، اي بتاخد واز، فقلت يس اي واز اور نو اي wasn't. يبقى اذا حبايبي was where لو جيت في اول السؤال بيكون معناها وبجاوب عليها بيس او نو. تعالوا بقى حبايبي نشوف السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. طبعا هبدا بالدبليو اتش وورد بتاعتي، بعد كده اكيد هلاقي was or where، وبعد كده هلاقي السبجكت الفاعل، وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي، وده تكوين السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. فور اكزامبل، على سبيل المثال لو قلت لك وات وير يو دوينج ات 7 يسترداي، يعني ماذا كنت تفعل الساعة 7 امس؟ طبعا هنا لما اجي اجاوب حبيبي بشيل وات علامة الاستفهام، لازم ابدل الفاعل مع واز او وير. هتقول يو وير، هتقول لي لا يا مستر بقى ما انت قلت لي ان يو بتتحول لاي واي ما بتاخدش وير، اي بتاخد واز. وهنا اجيب الحاجة اللي انا كنت بعملها الساعة 7 امبارح، فاقول مثلا اي واز واتشينج تي في، يعني انا كنت بشاهد التلفزيون. مثال اخر، لو قلت لك where was Mona playing tennis، يعني اين كانت تلعب منى التنس؟ مثلا منى كانت بتلعب في النادي، فهشيل where علامة الاستفهام، ابدل حبايبي منى دي اعوض عنها برافو عليكو بشي، وابدل معه was، فاقول she was playing tennis، يعني كانت بتلعب تنس at the club، at the club يعني في النادي. يبقى تاني حبايبي السؤال لما يبدا باداة استفهام بيجي بعد was or where، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل فيه ing. لما اجي اجاوب دايما بشيل اداة الاستفهام عشان اجيب اجابتها، ابدل واكمل واجيب الاجابة بتاعتي. تعالوا نشوف حبيبي بقى التطبيق على الزمن ده، ومدهولي في صفحة 188 في كتاب المعاصر. تعالوا نشوف الاختياري، بيقول my brother and sister playing tennis at 11 a.m. yesterday. طبعا خلاص طالما في verb plus ing باكيد جاي قبله verb to be سواء في الماضي او في المضارع. هتقول لي بس فينا مستر yesterday، هقول لك اه. اذا راحت ار وراحت از، بقى واز وير. طيب my brother and sister دول جمع حبايبي فياخدوا وير، برافو عليكم. طب تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي you working at 7 p.m. last night. اه ده سؤال. طيب ادي last night من علامات الماضي، خلاص يبقى ار راحت، واذا راحت بقى واز and وير. طب يو بتاخد ايه؟ هتقول لي وير يا مستر، يبقى وير يو working at 7. لاحظ ده حدد وقت في زمن الماضي. نمبر 3 بيقول was he his homework، هتقول لي اه حضرتك قلت لي ان was where الفعل اللي بيجي وراها بيبقى verb ing، فبالتالي هقول was he doing. تاني was he doing. نمبر 4 what she doing at 10 a.m. yesterday، هتقول لي اه
الفيرب بلس اي ان جي ويسترداي في الماضي، يبقى اذا راحت وان راحت لان دول مضارع. طب شي تاخد ايه؟ هتقولي بتاخد واز مستر، فهقول وات واز شي دوينج. تاني وات واز شي دوينج. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني، واللي بيقول لي صحح الافعال اللي موجوده بين الاقواس. نمبر 1 بيقول لي ار يو ليسننج تو ميوزك ات 5 اوكلوك يسترداي. هتقول لها مستر ما هي ار بيجي وراها فيرب اي ان جي وار بتيجي مع يو. هقول لك بس ايه في الاخر؟ هتقول لي يسترداي اه دي ماضي، فما ينفعش مين حبايبي؟ ما ينفعش ار. طب اجيب مكانها مين في الماضي؟ وير، ان وير هي اللي بتيجي مع يو. نو ذي وير، هتقول لها مستر طالما نو يبقى وير لازم احط لها نوت، يبقى نو ذي ويرنت. تاني نو ذي ويرنت. نمبر 3 بيقول وير يو ليسن تو ذا تيتشر، هتقول اه واز وير بيج ورا فيرب بلس اي ان جي، يبقى المفروض ليسننج. تاني ليسننج. تعال نشوف نمبر 4 بيقول وير وير يو جو يسترداي ايفنينج، هتقول لي نفس الكلام مستر طالما في واز او وير الفيرب بعدهم اي ان جي يبقى going. Where were you going yesterday evening؟ تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثالث والاخير في صفحة 188. بقول write a sentence in the past continuous tense under each picture. طبعا تحت كل صورة بكتب جملة في الماضي المستمر. خلي بالك وبقول لك الفعل كان مستمر امتى في الماضي، جايب لك الساعة. طيب طبعا هنا هنقول مثلا mom، فهقول mom ها تاخد was، برافو عليكو. طب الفعل يطبخ ها cooking، كانت بتطبخ. طب امتى؟ at 10 o'clock yesterday، يعني ماما كانت بتطبخ الساعة 10 امس، يبقى انا جبت جملة في زمن الماضي المستمر. طب ده رايح فين؟ هتقول رايح المدرسة. امتى؟ الساعة 8. طيب هسميه مثلا فاقول احمد، ياخد واز ولا وير؟ هتقول لي واز. طب يمشي ووك، طب اقولها ووك؟ لا هتقول لي ووكينج بقى مستر ما هي جايه ورا واز. واز ووكينج تو سكول، يعني كان ماشي للمدرسه. ات 8 يسترداي، يعني الساعه 8 امس. يبقى اذا انا كتبت جملتين والاثنين في زمن الباست كونتينيوس، يعني زمن الماضي المستمر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اتمنى ان تكونوا فهمتوا يعني ايه زمن ماضي مستمر. يلا لو عجبك الفيديو شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الجزء الثاني من الدرس الثاني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. Goodbye. السلام عليكم.